شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي صباح اليوم حفل تخريج الدورة 24 من المرشحين الضباط في أكاديمية شرطة دبي، وحضر الاحتفال الذي بدأ بالسلام الوطني سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة المكتوم مدير دائرة أعلام دبي، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وسعادة الفريق سيف بن عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، إلى جانب عدد من قادة الأجهزة الشرطية في الإمارات والقيادات الشرطية والأمنية في عدد من الدول الشقيقة وأعضاء السلك القنصلي في دبي وأولياء أمور الخريجين. وقد استعرض سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم طابور الخريجين، يرافقه سعادة اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشرطة دبي للشؤون الأكاديمية، والسعادة العميد الدكتور غيث بن غانم المزروعي مدير الأكاديمية، بعد أن قام الخريجون بعرض عسكري عكس مهاراتهم البدنية والعسكرية. ثم ألقى العميد الدكتور غيث بن غانم المزروعي كلمة رحب فيها بسمو راعي الحفل والضيوف، وأوجز مراحل تاريخ تطور الأكاديمية. لعله من نفل الشاعر أن تستطيع العبارات أن تعبر عن المشاعر، ونحن في عام الخير الذي أطلقه سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، نحتفل اليوم بتشريف سموكم الكريم لتخريج كوكبة متميزة من الطلبة المرشحين وحملت درجتي الماجستير والدكتوراه، الكوكبة التي تعبر إلى عالم جديد من مفاصل حياة عملية تهدب لاستشراف المستقبل والمحافظة على أمن الوطن ومكتسباته. سيدي راعي الحفل، لقد دابت الأكاديمية ومنذ نشأتها وبدعم سخي من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله ورعاه. سيدي راعي الحفل، بناء على توجيهات سموكم الكريمة قبل 3 أعوام بضرورة الارتقاء بالأكاديمية عالميا، فإن المغفور له بإذن الله عز وجل الفريق خميس مطر المزينة طيب الله ثراه قد أصدر أوامره بتشكيل فريق عمل للدخول بالأكاديمية في التصنيف العالمي للجامعات، ولقد حققت الأكاديمية خبرا نود أن نزف بشراه لكم سيدي اليوم والمتمثل في تحقيق الأكاديمية للسبق في الحصول على الاعتماد الأكاديمي في التصنيف العالمي من مؤسسة كيو اس العالمية. هذه المؤسسة المتخصصة في تصنيف الجامعات على مستوى العالم كأول أكاديمية شرطية تحصل على الاعتماد الأكاديمي. سيدي راعي الحفل، أستسمح سموكم عذراً ونحن نشهد تخريج 124 خريجاً إلى ميادين العمل الأمني، فلقد تلقيتم طوال سنوات الدراسة أفضل أنواع العلم والتدريب، فعليكم بطاعة الله عز وجل ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وولي الأمر والإخلاص الإخلاص للوطن، والشكر الشكر على النعم وتأدية الحق للوالدين ولمن لهم الفضل عليكم. لا تظلموا الناس ولو بحبة خردل، وعليكم بالتواضع وعدم التكبر والحرص على التميز والإبداع والإتقان في العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم قدم طلاب الدورة الجديدة في الأكاديمية عرضا أمام سمو راعي الحفل والحضور شكلوا فيه اسم خميس تخليدا لروح المرحوم القائد السابق للقيادة العامة لشرطة دبي الفريق خميس مطر المزينة رحمه الله رحمة واسعة. ثم قام طابور الخريجين بالاستعراض أمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم والحضور.
منذ ما قام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بتوزيع الجوائز على أوائل الدورة متمنيا لهم مزيدا من التفوق والنجاح في حياتهم العملية. وشهد سموه والحضور بعد ذلك مراسم تسليم وتسلم العلم من الدورة 24 إلى الدورة 25 مع أداء القسم بأن يظلوا محافظين على العلم مرفوعا عاليا. نقسم بالله العظيم أن نحافظ على هذا العلم مرفوع عاليا. وقبل استئذان قائد الطابور بالانصراف أدى الخريجون قسم الولاء لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها ودستورها وحماية قوانينها وسيادتها وأمنها. وفي ختام الحفل استعرضت الشرطة السياحية في شرطة دبي سياراتها الفارهة المزودة بالأنظمة الذكية خدمة للسياح والزوار لمساعدتهم على قضاء إجازة سياحية سعيدة في ربوع دولة الإمارات. وفي المقصورة الرئيسية استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قادة وكبار ضباط الشرطة في الإمارات وفي الدول العربية الشقيقة التي شاركت في الاحتفال وتخريج عدد من أبنائها ضمن صفوف الخريجين في الأكاديمية، إذ باركوا لسموه الاحتفال بتخريج كوكبة جديدة من حراس الأمن والقانون في دولة الإمارات، مشيدين بالمستوى العالمي لأكاديمية شرطة دبي التي تمنح شهادات عالية في الحقوق والقانون كسلاح علمي للخريجين يتواكبوا مستواهم التدريبي والعملي. ثم تفقد سمو ولي عهد دبي معرض الكتاب المصاحب للحفل واطلع على أهم العناوين من أمهات الكتب العربية التي توفرها مكتبة الأكاديمية لطلابها كي ينهلوا من علوم القراءة والمعرفة. وفي الختام التقطت لسمو ولي عهد دبي الصور التذكارية مع هيئة التدريس والخريجين
الذين بارك لهم سموه تخرجهم وانتقالهم إلى مرحلة جديدة في حياتهم، متمنيا لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم الوطنية والإنسانية والأخلاقية على أكمل وجه. ووجههم بأن يكونوا حراسا أمينين على حماية القانون ودستور الدولة والحفاظ على ممتلكات وأرواح أفراد المجتمع، ويخدموا وطنهم ومجتمعهم بكل إخلاص وتفان بعيدا عن المصالح والأهواء الشخصية، كي يكونوا قدوة صالحة ومثالا رائعا في الأخلاق والوفاء والولاء لهذا الوطن العزيز وقيادته الرشيدة. وفقكم الله وسدد خطاكم على درب العطاء والفداء والتضحية في سبيل عزة ورفعة وطننا الغالي.